الاخبار اللي بتفرح ايضا ان احنا عندنا شباب بيفرح ومنتخبات بتفرح. شفنا كل المصريين الحقيقه الفرحه قد ايه كانت غامره بسبب نجاح منتخبنا الاولمبي في الوصول لنهائيات كره القدم للرجال في اولمبياد طوكيو 2020 المقبله. بعد وصوله للمباراه النهائيه في كاس امم افريقيا تحت 23 سنه بالفوز على نظيره جنوب افريقيا بثلاثيه نظيفه، سجل فيها قائد الفريق رمضان صبحي الهدف الاول في اللقاء من ركله جزاء في دقيقة 59، وأضاف لاعبنا عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث، وده كان في الدقيقتين 84 و89 ليقود منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية وإلى دورة الألعاب الأولمبية. كان الحقيقة ماتش جنوب أفريقيا رائع بكل المقاييس، شفنا في الجدية وشفنا الإصرار على النجاح والعزيمة لحد آخر دقيقة، كان كل ده بيتحلى بيه لاعبي المنتخب الأولمبي. نتمنى طبعا نشوف نفس الأداء للمنتخب الأولمبي في المباراة النهائية اللي هتقام غدا أمام منتخب الكوتيفوار. خلينا نتكلم شوية بالتفصيل عن هذا الموضوع. بينضم لنا الناقد الرياضي كابتن عصام شلتوت. يا كابتن مساء الخير وتحياتي ليك. أهلا بحضرتك يا أستاذة وكل مشاهدي المحور. أهلا بحضرتك يا كابتن. الشعب المصري. يعني كابتن عصام احنا بنسعد جدا الحقيقه لما حضرتك بتشرفنا وبنستمع لقراءات حضرتك الرياضيه في الملف الرياضي. المنتخب الاولمبي والاداء المبهر والمشرف اللي قدمه في المباراه السابقه، تعقيب حضرتك ومن ثم رساله لمباراه غدا، اتفضل. هو شو غريب نجح في استعاده ذاكره ان واحد من اكفأ المدربين ان لم يكن اكفأ من في كيلو، دي مش مجامله يعني، وبالتالي استطاع تطويع مواهب النجوم للعب جماعي بخطه لعب ناضجه ساعدوا فيها ان العناصر اغلبها بيتمتع بمهاره وذكاء، ولم يدخل في مشاحنات كرويه مع منافسي الافارقه بفكره قوه التحمل والجري مسافات طويله، لكن عنده نفس الاعداد البدني وذكاء اللاعب المصري، يعني لعب بقدراته، وبالتالي يعني بالمعنى الدارج تيجي تصيده يصيدك، استطاع هو اصطياد يعني الاسود والاولاد وكل الالقاب الكرويه دي، والان هو مستعد تماما برضه بلغه الجمهور الجميل الجدع الطيب انه يروض الافيال ايضا في النهائي، النهائي تبقى مباراه للشهره، مباراه تاريخيه لحمل الكاس، لكن المهمة أنجزت ومصر حجزت مقعدها في الأولمبياد الأسمى في كل مجالات الرياضة، واللي لما حبوا بس إنه صناعة كرة القدم تبقى يعني منوراها شوية أضافوا ثلاثة محترفين كبار علشان الاستثمار في كرة القدم وتدر بعض الأرباح على الأولمبيك جيمز أو الألعاب الأولمبية، وبالتالي منتخبنا أدى ما عليه والرسالة وصلت. الآن ننتظر فقط نهائي يليق بما قدمته الدولة المصرية في عنوان صحيح جديدة اللي كلنا اتنقلنا فيه من 2013 على بطولتين في اقل من 6 شهور عالميتين قاريتين، قولي زي ما حضرتك عايزة، لإنجاز لوجستي وفني، وبالتالي البطولة احلى ان يتواجد بها نجم ايضا زي تامر حسني لحفل الختام، وايضا حفل بمقاييس دوليه، مصر لم تعد شبه العالم، مصر اصبحت في طابور الدوليه، ده كلام حقيقي احاسب عليه، ومن ثم شوقي غريب مستعد بكتله من النجوم الذين ادوا معه اداء جماعي، يمكن ده اللي خلى الجمهور يصدقه، قطعنا كمان حكايه اصل اللي بيحضر المنتخب مش جمهور الكوره، ازاي مش جمهور الكوره؟ لكن هي الاسره بطرف مباريات المنتخبات فرصة لاصطحاب الأولاد والزوجات وكده، لكن الفكرة كلها إنه فعلا لدينا الآن منتج محترم، لدينا بشائر لصناعة كرة القدم الحقيقية بإرادة الدولة، لكن من عظمة الإنجاز على مستوى الحكومة والدولة إنها لا تتدخل في إدارة المحتوى، هي بس أعدت كل المطلوب للاستثمار في مصنع كرة القدم. طيب. وبالتالي بنوعد المشاهد بقربنا من منتخب بأداء منتظم وحمل الكأس لم يعد بعيد الحقيقة يعني، والنتيجة تقريبا تصل ل 60-40 على الأقل بين مصر وكوتيفوار. كابتن خلينا استغل وجود حضرتك معانا واسألك عن غدا والإجراءات التنظيمية لمباراة وحفل الختام.
الناس لابد انها تستعيد زي ما قلنا ذاكره الفان اي دي اللي اتعمل لتاني مره في العالم بعد روسيا 2018. ومن ثم الفان اي دي او بطاقه المشجع والحجز اونلاين كله معه تذكرته، البوابات معروف كل تذكره قريبه من بوابه رقم من يعني حسب ترقيم البوابات تجد مكان له. المطلوب هو الا تتواجد الجماهير دفعه واحده، يعني الابواب ستغلق الساعه 6 غالبا يعني عند الساعه 6 ما حدش يقول ما انا جيت الساعه 6، ده مش منطق لانه في حفل انت هتستمتع بيه والمباراه الثالث والرابع ايضا هيكون موجوده في نفس ملعب المباراه، وبالتالي التعاظم الحضور ان يكون على التوالي يعني بعد صلاه الجمعه ان شاء الله ودعوات كل المصريين بالتوفيق قبل حتى طلب النتيجه. ياتي طبعا فكره الوصول لملعب المباراه مأمن نفسك بكل الضوابط الموجوده لان دي تجربه عظيمه جدا لعودتك يا مواطن لملعب الكره في شتى البطولات القادمه واولها الدوري اللي هيبدا بعد ايام، وبالتالي لابد من احترام القواعد خاصه وان الشركه الوطنيه تذكرتي ايضا قدمت كل القواعد واعلاناتها ونشراتها في كل القنوات وحتى عندكم طبعا، وبالتالي لم يعد هناك استفسار غائب بل على العكس كل شيء واضح وممنهج كمان. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، بشكر حضرتك كل التوفيق لمنتخبنا في النهائي بكره ان شاء الله. طيب احنا هنروح لفاصل، بعد الفاصل الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابه العامه للغزل والنسيج وصناعه الغزل والنسيج المصريه من اين الى اين في صوت الناس، ولكن بعد الفاصل.